لدي اخبار ستصيب الحاقدين على الجزائر بالاكتئاب، كلام جديد قالته امريكا عن الجزائر، واخبار قادمه من اسبانيا وايطاليا، ولكن قبل ذلك دعونا نتحدث عن الدبلوماسيه الجزائريه هذه الايام، حيث تقوم بنشاط استباقي مكثف لاحداث ثوره مفاهيميه داخل الامم المتحده، ولا تستغربوا ذلك، هذه ليست مبالغه، الجزائر كانت رائده كما تعلمون. مثلا حركة عدم الانحياز انتقد عليه حال وزير الخارجية الجزائري رمضان عمامرة والأمم المتحدة وطالب بإصلاحها وإنهاء الظلم التاريخي الذي عانت منه أفريقيا الجزائر باعتبارها الزعيم الإفريقي الثوري بلا منازع هذه هي وجهة نظري تتحرك مستلهم التحول الذي طرأ على المشهد الدولي وتضرب على الحديد وهو ساخن وعبر الآلية آلية الأمم المتحدة، تماما كما كانت رائدة في تكوين حركة عدم الانحياز، فهي الآن تدفع بثقلها لتوظيف التحولات الكبرى مستغلة مكانتها. طبعا أوروبا لن تقول لا، يعني للجزائر الان افريقيا تثق في الجزائر وسجلها معروف في الامم المتحده ومن ينسى دور الجزائر عندما شغل بوتفليقه منصب رئيس الجمعيه العامه للامم المتحده بين عامي 1974 و75 وقت ذاك حاربت الجزائر لاجل ترسيخ قيم التعدديه القطبيه هذه بالمناسبه الجزائر دعت لها من اكثر من اربع عقود وحدث ولا حرج عن مواقف الجزائر يوم ذاك ضد الفصل العنصري في جنوب افريقيا حيث نجحت الجزائر في تعليق عضويه الدوله العنصريه انذاك. ومن ينسى ان الجزائر في ذلك التاريخ البعيد هي التي ادخلت ياسر عرفات الى الامم المتحده وقدمت له المنبر منبر الجمعيه العامه لكي يخاطب العالم. اذا سجل التاريخ سي في الجزائر يشهد لها بانها صانعه التحولات أنها تلعب دور خطير والتاريخ اليوم يعيد نفسه اليوم الجزائر قررت أن لا تضيع الوقت وأعلنت للملأ ما يدور همسا في, في أروقة الأمم المتحدة الجميع يتحدث عن التعددية القطبية عن التحولات الجزائر شرعت في هذا طلبت الجزائر دول إفريقي لدعمها للحصول على مقعد في مجلس الأمن آه والدعم الأفريقي طبعا مضمون ذلك أن الجزائر وفيه لافريقيا متجذره في قضاياها واذا حصلت الجزائر على المقعد فستعمل طبعا بقوه على ترسيخ مبادئ التعدديه القطبيه التي ظلت تطالب بها منذ عقود ولقد ازفت ساعه تحقيق هذه الامنيه القديمه واما اسبانيا مسكينه اسبانيا اشتد بها الوجع واخر الاخبار تقول بان الشركات الاسبانيه مشلوله تماما بسبب العقاب الجزائري، ولقد شنت الشركات الاسبانيه المتضرره حمله شرسه على حكومه شانسيز، وذكرت وكاله انباء فرنسيه ان الشركات الاسبانيه تكبدت خسائر ضخمه، وان محاولاتها للالتفاف حول العقوبات باءت بالفشل، وان الحكومه الاسبانيه عاجزه تماما عن تقديم المساعده. حاولت الحكومة الإسبانية طبعا كما تعلمون تزلف الجزائر ولكنها قوبلت بالإعراض والآن المعركة بين الحكومة والشركات الإسبانية الشركات بطبيعتها براغماتية وهي تقول للحكومة ما, ما معناه يعني المواقف السياسية البليدة أضرت باقتصادنا غيروا السياسة فلقد أثبتت الجزائر وجهة نظرها ووضعت النقاط فوق الحروف وكلما تباطأت الحكومه الاسبانيه في الخنوع تعقدت الامور كثيرا لم تعد الجزائر تملك الكثير من الوقت للادعاءات الفارغه طابور المتملقين الاوروبيين طويل والعالم تغير وحتى لو ركعت اسبانيا فقد ياتيها الرد الجزائري صارما تاخرتم كثيرا ولا طائل من الخنوع ولقد قررنا ان نقذف بكم في البحر كما قذفنا بتاج الملك الاسباني شارلوكان من ينسى تلك الواقعه واما امريكا فلقد قالت كلاما عجيبا عن الجزائر قالت ما اقوله باستمرار في كل الاحوال تذكروا ما قلته عن التنافس على كسب الجزائر وفي تقرير معهد الشرق الاوسط وهو الامريكي وهو معهد خطير جدا وعلى اتصال وثيق بصناع القرار في امريكا، اكد بان الجزائر هي الدوله الاكفأ والاقدر على حمايه دول الساحل اذا رغبت الجزائر في ذلك، واشار التقرير الى س يعني الى اسلحه فعاله تمتلكها الجزائر تجعلها الاقدر والاكفأ، وفقا للتقرير اسلحه الجزائر اه تتمثل واحد في القدرات العسكريه الكبيره اثنين الخبره الامنيه المتراكمه في مكافحه الارهاب، ثلاث النفوذ الدبلوماسي والسياسي الاقليمي الكبير، وبالطبع هناك عوامل كثيره اهملها التقرير منها منظومه المبادئ الثوريه الجزائريه، الموارد البشريه والاقتصاديه، التفعيل المؤسسي لقطاعات الانتاج الحداثيه الى اخر تلك العوامل، المهم اشار التقرير الى ان خروج فرنسا من المنطقه وطبعا الجزائر لعبت دورا كبيرا في طردها من افريقيا قال التقرير هذا هي الارضيات لكي تلعب الجزائر دورا محوريا في امن المنطقه والاقليم بشكل عام بعض الحاقدين يتذمرون من تركيزي على قوه الجزائر ودورها المتنامي اقليميا هذه رساله متفائله ايجابيه ما, هي المشكلة في أن يعني الإقرار بالحقيقة وقد يعتبرون حديثي محاباة للجزائر وأنا أحب الجزائر في كل الأحوال ولكن في كل الأحوال تقرير المعهد يؤكد ما قلته مرارا هذه الأمور سيداتي سادتي لا تنفع فيها المجاملات القوة مرئية ومحسوسة والمعطيات الجزائرية هي التي فرضت على الجميع التنويه لها والاقرار بها. وبالمناسبه صحيفه الايكونومست قالت شعرا عن الجزائر وتحدثت عن المزايا السياحيه التي تتمتع بها الجزائر، وهذه بالمناسبه خاصيه لم نتحدث عنها كثيرا في غمره انشغالنا بتغطيه الموضوعات السياسيه، وعما قريب اعدكم ان شاء الله ساقوم باعداد حلقه خاصه عن هذا الموضوع، وانصح على حال السياح العرب بقضاء عطلاتهم بالجزائر وهي بلد جميله وتستحق ان تزار واما بخصوص ايطاليا فلقد تشكلت كونفدراليه جزائريه ايطاليه للتجاره والاستثمار العلاقه بين ايطاليا والجزائر تتطور بشكل مطرد على نحو جعل الفرنسيون يغيرون والاسبان يعني يموتون حسره <applause> الجزائر تركز على الاستفاده من ايطاليا لتطوير قطاعات بعينها وعلى راسها صناعه السيارات التي تزدهر الان في الجزائر وطبعا الاستثمار في المرافق الاستراتيجيه ويمكن القول ان علاقه ايطاليا بالجزائر افضل كثيرا بالمناسبه من علاقات ايطاليا مع بعض الدول الاوروبيه وفضلا عن المزايا الاقتصاديه فان هذه الاختراقات في الواقع تمنح الجزائر باعا سياسيا لا يستهان به